رفعت اي اف ام عن وزيرة التجارة الاحتفاظ بقرار من النيابة العمومية، هي اللي اثارت الدعوة من تلقاء نفسها النيابة العمومية، ما ثمش شكوى. هذاك علاش معانا في المباشر نائبة رئيس نقابة الصحفيين الزميلة عايدة الهشري. عايدة صباح الخير، مرحبا. صباح النور، مرحبا. صباح النور للمستمعين يا شمس افلام. شكرا جزيلا. البارح شفنا اذا بيان نقابه الصحفيين حول الاحتفاظ بالزميل زياد الهاني، واعتبرتوه انحراف بالسلطه لوكيل الجمهوريه. ماهيش اول مره هذه عايده في نفس هذه تقريبا المساله، مش مع زياد الهاني فقط وانما مع العديد مع الزملاء الصحفيين. اذا هو منخ عام ام توجه من الوظيفة القضائية في علاقة بالتصريحات والقطاع الصحفي بالإجمال؟ هو كيف نشوف المشهد العام يعني ما نجموش نجزمه، أما نحسه أنه فما توجه، أو فما يعني فما توجه نحو أنه نحو تكميم أفواه الصحفيين والحد من حرية الرأي والتعبير، وخاصة احنا البارح وقت اللي سمعنا انه معيته لزياد باش يسمعوه بيشبه، يعني كنا للاسف ولينا نتوقع انه باش يتم ايقاف زياد، وفعلا هذا هو اللي صار للاسف الشديد. صار انه تم ايقاف زياد الهاني على خلفيه انتقاده لاداء وزيره التجاره. احنا نعرف كلنا في قطاع الاعلام انه فما زوز مراسيم ينظموا قطاعنا السمعي والبصري والمكتوب والوكالاتي. زوز مراسيم هذه كما نعرف ما فيها حتى عقوبة سالبة للحرية، لكن هنا قاعدين نشوفوا أنه اليوم معناها بمجرد إبداء رأي أو تصريح أو تحليل في أي وسيلة إعلامية ممكن يهز الصحفي إلى السجن. للأسف احنا شفنا انه هنا معناها انحراف خطير لأداء الوظيفة القضائية، وهذا مؤسف، ونطالبوا انه المحاكمات الصحفيين ما تكون كان على معنى المرسومين 115 و116، وانه على الاقل يقع التتبع في حالة صراحة علاش الايقاف. يعني خاصة احنا نعرف الوضعية الصحية للزميل زياد الهاني، ما فيش واحد ما يعرفهاش، ان شاء الله ربي يفرج عليه الحالتين. هذا مؤسف جدا، واحنا نرفضوا الممارسات القضائية هذه، انه من سلطة قضائية من المفروض انها تكون هي مستقلة في قرارها، وانها تكون معناها ما تكونش هي ايضا زاد سيف مسلط على رقاب الصحفيين عند ابداء رايهم، خاصه في الحرمان من الحريه. يعني قاسي جدا انك تحتفظ بصحتك لمجرد انه قدم تحليل او ابدى راي، ومعناها في اداء مسؤول في الدوله. تقول انه الوظيفه القضائيه تكون مستقله في قرارها، عايده الهجري توا منذ قليل تحسوا من خلاله وتلاحظوا من خلال هذا القرار بالاحتفاظ من النيابة العمومية أنه تقريبا هناك تدخلات أخرى، والقرار لم يكن نابع مباشرة من النيابة العمومية. وقت اللي نحتكموا للمراسيم المنظمة للمهنة ما فماش حتى عقوبة سالبة للحرية، يعني ما فماش موجب أنك يعني أنك تحتفظ ولا توقف صحفي لمجرد انه ابدى رايه في موضوع او في شان سياسي عام. واحنا على خاطر ولينا بالحق ولينا خايفين، لانه تعرفوا عنا على الاقل توا ثلاثه حالات يعني سابقات خطيره، بخلاف حالات اخرى معناها نتاع ناس يقع تتبعهم في حال صراحه. احنا عندنا صحفي على تدوين فيسبوك يقعد شهرين في الحبس والحمد لله خرج، مازال عندنا زميل قاعد يحاسب على معنى قانون الارهاب وهذا خطير جدا، صحه تقدم معلومه خليفه القاسمي ان شاء الله ربي يفرج عليه، وعندنا كذلك الزميله شادية الحاج مبارك. يعني احنا اليوم قاعد الصحفيين ما همش قاعدين يتحاكموا على معنى المراسيم المنظمه للمهنه، قاعدين يتحاكموا على قانون مكافحه الارهاب. هنا نحب نذكر انه نقابه الصحفيين مش من اليوم، من 2012 وقت اللي بدات العمليات الارهابيه في تونس كانت اعلنت موقف واضح وصريح لا حياده مع الارهاب. احنا في خدمه، احنا مع دولتنا في مكافحه الارهاب، مع قواتنا الامنيه والعسكريه في مجهوداتهم في مكافحه الارهاب. قلنا بصريح العباره نحن لسنا محايدون في موضوع الارهاب. يعني اليوم نلقاو عنا زميل مسجون في السجن، قابع في السجن بتهمه ارهابيه على معلومه اجمعت كل الناس انها
صحيحة المعلومة اللي تحاكم عليها الزميل خليفة هي معلومة صحيحة وما فيها حتى يعني ما هيش ما تنجمش تكون محل انك تلقى اليوم صحفي مسجون بخمس سنوات سجن فلا ربي يفرج عليه. خلينا في مرسوم 54 عايده اللي هي نائبه رئيس النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، يعني يتحاكم البارح الاحتفاظ بزياد الهاني على الفصل 24 من مرسوم 54. ومش اول مره يتم اعتماد ضد سواء ضد سياسيين او حتى ضد نشطاء او صحفيين بهذا المرسوم. ضاق صدرها للسلطة السياسية والقضاء كذلك في أنه الصباح يصرح العشية تمشي له سيارة أمنية بعدها بساعة يتم الاحتفاظ به، ثم عدم تقبل للانتقادات التي توجه إلى السلطة وإلى الوظيفة القضائية إلى هذه الدرجة وصلنا؟ واضح جدا، يعني خاصة من سرعة اتخاذ الإجراءات، يعني نشوفه في قضايا أخرى تبقى سنوات وسنوات الملفات معناها وما تتحلش وما نعرفوا عليها حتى شيء تقريبا، ولمجرد تصريح صحفي أو تحليل أو إبداء رأي يعني تكون الإجراءات سريعة وسريعة جدا، يعني في الصباح كما قلت أنت سيادتك في الصباح زميل تكلم في العشية عيطوا له في الليل توقف، يعني شنية هالسرعة هذه كل شنية هالخطورة متاع رأيه، معناها إلى أي مدى رأيه خطير لهالدرجة رأيه خطير ويستوجب كل هالسرعة في الإجراءات هذه، وخاصة كما قلت أنت ما فماش جهة أثارت الشكوى، هذا تتبع إثارة من النيابة العمومية، نعرف النيابة العمومية لها الحق في إثارة الشكاوى والدعاوى، لكن بهالسرعة هذه تحس وكأنه موضوع يعني خطير وخطير جدا، يعني ما الخطر في رأي صحفي او انت او توجيه انتقاد الى 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 سلطه او ما الخطير، يعني الى حدود هذه اللحظه ما نعرفوش شنو الخطر الكبير اللي مثله زياد الهاني على امن الدوله ليتم الاحتفاظ يعني هو تحليل وصحفي ابدا رايه، ومن المفروض انه نحن نعاود ونرجع نقول من المفروض انه ثم مراسيم يعني تتم على اثرها في حال تجاوزات تتم وفق تتبع الصحفيين في مثل هذه الحالات، لكن هنا نشوفوا تقريبا تنساو المرسومين 115 و15 تنساو، ولينا تقريبا ان جل محاكمتنا هي على المرسوم 54 معناها، وبالذات الفصل 24 من المرسوم مناسبه فرصه باش نعاودوا نجددوا نقولوا راهو هالمرسوم هذا خطير وخطير جدا ولا بد من مراجعته او يعني انه يتلغى كليا. شكرا، يعطيك الصحه. شكرا.